كما استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم سعادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى مملكة البحرين، حيث نقل إلى جلالته تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنيات سموهم إلى جلالته بموفور الصحة والسعادة. كما رفع سعادة سفير دولة الإمارات لدى المملكة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام جلالته بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على البلدين الشقيقين بوافر اليمن والخير والبركات. وقد بادل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه سعادة سفير دولة الإمارات التهانية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، مشيدا جلالته بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تشهده من تطور مستمر في شتى المجالات في ظل ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط متميزة وحرص متبادل على تنمية العلاقات لكل ما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.